طيب لو داير ابحث جوا الليست ادخل مثلا هنا ده عنصر يرجع لي الاندكس بتاعه، او اقدر اتاكد ما العنصر ده موجود في الليست دي ولا ما موجود. نجي اول حاجه نعرف لنا ليست، نديها العناصر سي دي نيو. الاسترينج ممكن اديها سنجل كود او دبل كود ما بتفرق. تريبل كود قلنا بتديني مالتي لاين سترينج او دوكيمنت سترينج. لما اجي اشرح الفانكشن بتعمل شنو، دي العناصر بتاعت المصفوفة الجديدة. ده شوف مثلا الاندكس بتاع تيست في 5 اللي 0 1 2 3 4 5 تيست. طيب ده شوف الاندكس بتاع نيو، عندي هنا كم نيو في المصفوفة دي، في اكتر من نيو. النيو الاولى الاندكس بتاعها 2، الثانية الاندكس بتاعها 6. حيرجع شنو؟ حيرجع لي اول اندكس يلقاه اللي هو 2. طيب لو جيت قمت قلت له اعمل لي شوف لي الاندكس بتاع علي، علي موجود عندي ما موجود، فحترجع لي هنا طوالي ايرور من النوع فاليو ايرور. حتى لو جيت مثلا دار اتحقق اجي اقوم اقول له علي، الاوبريتر اللي اسمها ان الليست دي قاعد حديني فولس، اصلا هو ما في. لو جينا هنا قمنا قلنا له طيب اشوف عنصر موجود فارس، ان الام اي يقول لي ترو، ليه قاعد وين الاندكس بتاعه فارس ده 3. طيب لو ده رمس عنصر في الليست، ليه نشوف حاجه الليست فيها هنا شنو. اجي اقوم اقول له ليست دوت ريموف، الفانكشن اسمها ريموف، لا يا دايركت تمسح لي الزد، مسح الزد. طيب دايركت الدور ده تمسح لي العنصر اللي اسمه نيو، في عندي اكتر من عنصر اسمه نيو، اول عنصر حيجيني هو الحمزحه، فحيتمسح الاول والثاني حيكون قاعد. في فانكشن اسمها بوب، بوب دي بتعمل لي حاجتين، بتمسح لي اخر عنصر من المصفوفة وبترجع لي القيمة المسحتها اللي هي element، فمعناتها بوب بتختلف من الليست دوت ريموف. لو جيت قلت له مثلا هنا -1، لانه -1 كانت حتمسح اخر عنصر لكن ما حترجع لي العنصر المسحته، هنا بوب مسحته ورجعته. الليست في لها اوبريتر ممكن استخدمه معاه زي علامة الجمع الزايد وعلامة الضرب الفي. لو جيت هنا مثلا عرفت لي ليست قلت له والله الليست دي فيها A و B و M B I، اجي اقوم اقول له الليست دي بتساوي لي الليست بلس اللي بتعمل لي كونكاتينيت العنصرين الإضافيين ديل، ضمهم لي معاها كده ينضموا. عارف جا في بالكم إنه هي زي الإكستند، أيوة هي زي الإكستند بل إكسبس، لكن الإكستند أسرع. حسك أني قمت قلت له الليست دوت إكستند، جبت له الإكزامبل والنيو، ممكن أختصره قوم أقول له إيكوال كان يدو. هنا قمت قلت له الليست بتساوي الليست كونكاتينيت مع التو، فده هنا اختصار ليها. وقلنا ممكن نستخدم في الليست هنا حاجة تانية، يعني حاسس جاي اعرف لي هنا ليست جديدة اقول لي بتساوي لي 1 و2، الواحد والاثنين دي في 3. لو جيت عرضتها القيم دي حتضرب لي 3 مرات اللي هي 1 2 1 2 1 2. ممكن اقوم اقول له فارس هنا في 5، بدل كل مرة اجي اكتب فارس 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 كده. شفنا كيف بستخدم الاوبريتر مع الليست.